بونجور، معكم علا خضر، اختصاصية نفسية للأطفال، واليوم رح نحكي عن الصحة النفسية للأطفال خلال فترة الحجر الصحي. من المش طبيعي انه نكون عم نخلي هيدا القلق يسيطر على حياتنا. القلق مثل طابة ثلج صغيرة بتكبر مع كل الأخبار السلبية اللي بنسمعها خلال النهار. من مسؤولية الأهل يكونوا قدوة جيدة للتعامل مع القلق، لأنه كل الدراسات فرجت أنه القلق بينقل من الأهل للولاد من خلال تصرفات الأهل وحكيهم. لأنه قد ما كان في قلق برا البيت، مهم جوا البيت يكون في أمان، لأنه البيت هو مصدر الأمان والثقة، ومن الأهل بيتعلموا الأولاد كيف يقدروا يحلوا مشاكلهم. خبروا المعلومة للولد إذا كانت بتخص الفيروس أو بتخص موضوع تاني بالحياة بطريقة هينة قريبة لعمره بعيدة جدا عن الكذب. حاولوا قد ما بتقدروا انكم تحافظوا على روتين معين بهيدي الفترة، روتين او قانون بينحط بموافقة الولاد، بتحددوا فيه اي ساعة بدهم يناموا، اي ساعة بدهم يفيقوا، اي ساعة بدهم يدرسوا، اي ساعة بدهم يتغدوا، وشو الاكتيفيتيز اللي حتشاركوها سوا. شاركوا ولادكم بهول الاكتيفيتيز. هول الاكتيفيتيز ممكن يكونوا ميوزك، يمكن يكونوا رسم او كولورينج، او يمكن طبخ، او يمكن يوغا او قراءة.